اهلا بحضراتكم. احداث النهارده تستمر معاكم. خليني اقول لحضراتكم بعض الاخبار اللي بتحدث النهارده واللي بتاتي تباعا عاجله. طبعا رئيس مجلس النواب مجتمع مع عدد من الصحفيين دلوقتي، وبعض الصحفيين من ضمنهم طبعا على راسهم يحيى قلاش نقيب الصحفيين بيقول او بيطالب البرلمان بسرعه طبعا انجاز قانون الصحافه وممارسه الاعلام. كذلك تصريحات منقوله على لسان دكتور علي ابو عال رئيس البرلمان بيقول انا بتعامل مع 595 حزب داخل البرلمان على اعتبار ان اعضاء البرلمان 595. ايضا الحمايه المدنيه بتقول ان انتشال 3 جثث من عقار الاسماعيليه، والحادث بترجعه اسبابه لحاله الطقس. اول مره نسمع ان الطقس بيوقع عماره. الارصاد بتقول بكره طقس الغد هيكون معتدل ودفء يعني دافئ جنوبا ونهارا كذلك. الزند مصدر بيقول انه لن يترشح لمنصب رئيس القضاة لبلوغه سن المعاش. طبعا بعض الاخبار الثانيه اللي بتاتي تباعا ان وزاره الصحه بتحذر من ادويه مغشوشه ومهربه لعلاج فيروس سي موجوده في الاسواق. طبعا دي من ضمن الامور العاجله. خلينا نرحب بضيفي متواجد معايا دلوقتي طبعا السيد احمد يوسف ابو هارون الصحفي المتخصص في الشؤون العربيه تحديدا السوريه بجريده الاخبار. اهلا بحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على حضورك. طبعا يعني احمد اسمح لي بس اقول لك احمد يعني بدون لانه صغر سنه يعتبر من اصغر الصحفيين اللي حصل على جائزه مصطفى علي امين طبعا كبار الكتاب زمان عن السنه دي عن 2015، وهو يعتبر من الصحفيين اللي سافروا كتير جدا في ليبيا وغزه وتونس كمان بالاضافه لبعض الامور الثانيه. ويمكن سوريا اكثر الملفات اللي عكف على انه يفهم التعقيدات اللي تمت فيها، خاصه الشق الخاص بالمذهبي اللي اصبح دلوقتي اللعب على الورقه المذهبيه في سوريا اكتر منه حفاظا على امن وطمانينه وشعب وغذاء وانسانيه الشعب السوري. استاذ احمد، احنا دلوقتي في اطار حدث بدايه لمفاوضات جنيف 3 اللي هي حسب بالملخص البسيط كده بنقول يا ان تمت ونجحت كان بها، ما تمتش في بديل زي ما قالت امريكا. هو بالفعل قال لك ان ما نجحتش المفاوضات المره دي اللي هي جنيف 3 اللي هي هتبتدي النهارده لمده اسبوعين، هيكون في بديل، هيكون البديل هو عوده الحرب من جديد، عوده المهجرين، عوده الازمه من جديد، عوده المعاناه الانسانيه، زياده عدد اللاجئين في الدول. يعني اعتقد ان التوجه اصلا الاوروبي الان اللي بيضغط في اطار المصالحه واطار العوده والوصول للمفاوضات اللي بيضغطوا عليها من اجل ما تاثروا بيه، لان الازمه اثرت على العالم كله. في مصر في لاجئين، في الاردن في لاجئين، في لبنان في لاجئين، في لاجئين لاوروبا، البعض اتهمهم في تفجيرات اللي حصلت في فرنسا برغم براءتهم بعدين، بس في اتجاهات والمتشددين هناك بيرفضوا وجود اللاجئين برغم ان كان في اتفاقيه اتعملت في اوروبا. الاتجاهات المفتوحه بين الدول الاوروبيه اللي ما كانوش يتوقعوا ان عدد اللاجئين او الناس اللي هتدخل لهم ليوصلوا لدرجه مئات الالاف في عام واحد اللي حصل في 2015 زي ما احنا شفنا. النهارده المفاوضات هتكون بين ممثلين للنظام والمفاوضات برضو في طرف تاني اللي هو طرف المعارضة أو الهيئة العليا للمفاوضات الخاصة بالمعارضة، ودي اللي تشكلت في آخر مؤتمر المعارضة السورية اللي كان في الرياض في السعودية. في مشاكل، في 3 اتجاهات لازم يتفقوا عليهم المرة دي. قرار دستور مين هيبقى امتى، انتخابات تشريعيه وانتخابات رئاسيه ابريل خلال 18 شهر من بدايه المفاوضات. المشكله الاكبر هي مساله الحكومه نفسها. المعارضه بتقول انا عايزه هيئه حكم انتقالي كامله ما يكونش مشارك فيها بشار الاسد، في نفس الوقت وليد المعلم وزير خارجيه سوريا بيقول انا لازم يكون بشار الاسد، ده مساله وجوده خط احمر، وان الشعب السوري هو الوحيد اللي هيقول بشار الاسد يقعد او لا. فهتبقى النهارده المفاوضات شديده جدا، خاصه في النقطه اللي عليها خلاف شديد، مساله بشار الاسد وجوده او عدم وجوده. انا عايز اتكلم قبل ما اخش في تعقيدات سوريا، بس عشان بس في سؤال لينا كمصريين، احنا ليه خايفين قوي؟ يعني ايهما بنخشى، ليبيا ام سوريا؟ انا اقدر اقول لك ان الاثنين يعني امن، مساله امن قومي لمصر. ليبيا حدودك معاها مشتركه، في عماله مصريه كثيفه هناك بتمثل لك عبء اقتصادي، حدودك معاها مفتوحه، الارهاب اللي دخل في ليبيا بيمثل لك برضه عبء على الحدود.
الامن الليبي برضه من الامن المصري. وما ننساش ان ايضا ان سوريا دي بعد استراتيجي لمصر من زمان. زمان كان في وحده بين الدولتين لو تتذكر من 51، واتقال ان الجيش اللي عندنا احنا في مصر الجيش الثاني والثالث، لان كان يقول ان الجيش الاول في سوريا. وسوريا في مكان عندك كم اتجاه، جنب اسرائيل، جنب عدد من الدول العربية، بتمثل لك بعد استراتيجي وضغط، وبتبقى معاك في القضية لأنها تعتبر من الدول اللي قريبة سياستها من السياسة المصرية منذ زمن. أنا بس عايز أنوه، بس اسمح لي سيد أحمد، أنوه بس إن إحنا بنتابع على الشاشة طبعا ده يعني المبعوث الأممي دي مستورة في موضوع سوريا وملف سوريا واجتماعات جنيف وإلى آخره، ولكن الصورة الثانية بنتابعها طبعا من القاهرة وهي اجتماعات مجلس الأعمال المصري البيلاروسي طبعا في إطار التعاون المصري الاستثماري والاقتصادي اللي هدفه في الأول والآخر إن يكون في جذب استثمارات. فدي بنتابع الصورة، وطبعا أي نتائج ترصد أو تخرج عن هذا الاجتماع سواء مشروعات أو استثمارات هنزعها على حضراتكم، ولكن بننقل لحضراتكم الصورة مباشرة. طيب أعود طبعا لحوارنا الرئيسي الموضوع سوريا واللي فرض نفسه على الساحة بعد جنيف 3 اللي بدأت النهاردة واستمر على مدى ما يقارب من 10 أو 14 يوم. وطبعا الاختلاف واضح بين المعارضة واختلاف واضح بين ممثلي الحكومة وممثلي النظام المتواجد اللي طبعا على رأسه بشار الأسد، وخروج طبعا وليد المعلم اللي طلع من يومين بمؤتمر صحفي واتكلم فيه على المفاوضات دي تحديدا.
هذا الاتجاه. نعم سيدتي. سيد ديمستورا، أود أن أسألكم، الكريملين قال بعد أن أنهيت مؤتمرك الصحفي عن أهمية تمثيلية كل أطراف الأزمة وعدم، تحدثتم في المؤتمر الصحفي الأخير أنه إذا كانت هناك خطة بديلة وأن هذه الخطة البديلة هي العودة إلى الحرب، هذا ما قلته. الكريملين تحدث بعدك وقال إن أهم شيء الآن هو تمثيلية كل أطراف الأزمة. حسنا، توضيحي هو الآتي، لا أعرف ما إذا كان لدى أي طرف آخر خطة بديلة، أنا أعرف فقط بشأن الخطة الأولى، ضغط المجتمع الدولي وضغط الجهات النافذة من أجل الدفع محادثات سوريا السورية وإيصال المساعدات الإنسانية ومواصلة وقف العمليات العدائية، هذا ما يعطينا الفرصة للتقدم. البديل هو العودة إلى حيث كنا، وهذا يعني الأزمة المتواصلة السيئة التي نحن نعيش ذكراها الخامسة، ذكرى مأساوية للأسف. تفضل سيد ديمستورا، إذا فهمتك أنتم تركزون جهودكم عن المحادثات السورية السورية، وبذلك بناء على أجندة قرار الدولي، هل ستدخلون في مناقشة وتخوضون مواضيع سياسية أكثر تفصيلا؟ كما تعلمون الأجندة وجدول الأعمال جدي جدا، ليس شيئا هينا وبسيطا. نحن نتحدث عن الحوكمة ليست شيئا هينا وإنما شيئا رئيسا. إذا نظرت إلى القرار 2254، الحوكمة المأسسة وانتخابات جديدة، إذن أعتقد أن هناك إرادة على التركيز على جوهر القضية. السؤال الأخير. This is حسين قنايدر from Al Arabiya. حسين. أهلا فيك. The Syrian government has. الحكومة السورية استبعدت حدوث أي محادثات بشأن الانتخابات الرئاسية بالنظر إلى هذه المواقف وهذه التصريحات المعارضة. هل كيف تعتقدون أنكم ستتمكنون من ردم هذه الهوة في وجهات النظر؟ كما قلت لكم في الصباح، دائما هناك، صدقني، في كل مفاوضات خصوصا مفاوضات مهمة كهذه، وفي بداية حلحلة أي أزمة تكون هناك الكثير من المواقف القوية، أحيانا تكون فقط بلاغية وأحيانا تكون دلالية. وأقول لك إن مخرجات هذه المحادثات والمفاوضات سيتوضح فيما بعد عند نهاية الجولات الثلاث. شكرا لكم. ديمستورا يعني بيحاول يبعث برسالة تطمين انه المفاوضات دي ممكن تنجح، ممكن ما تفشلش، ممكن تكون هي الامل في وجود خارطة على الارض، خارطة طريق على الارض زي ما قال، للمستقبل، لوقف العنف، للهدنة، للبديل، الى الى الى. لكن اطراف القضية ذات نفسهم سواء معارضة ولا ممثل لحكومة بشار، يعني الامر بالنسبة لهم بعيد جدا، خاصة بشار الجعفري اللي هو ممثل الحكومة السورية. أنا عايز تعليق يعني على هذا الأمر في إطار جنيف 3، ممكن يحدث منها إيه في إطار يعني نية ديمستورا، وده هيكون آخر سؤال. هو لازم يعني هو كان أولا طلبه من إيران
وروسيا انها تضغط على النظام السوري، على نظام بشار، من اجل ان يكون في مرونه في التفاوض. يعني ما تكونش المعارضه متمسكه برحيل بشار الاسد والنظام يقول لك بشار الاسد خط احمر. لازم الاتفاق، او مبدئيا لازم يخرج الطرفين ياكدوا على ان مساله الهدنه مستمره، احنا في المفاوضات، نحن وصلنا لنقاط اوليه مثل كيفيه رحيل النظام او كيفيه اجراء الانتخابات او الياتها او نظامها، الاتفاق على اجراءات مبدئيه على من سيمثل المعارضه. حكومه بشار الاسد بتقول احنا هنعمل حكومه جديده يشترك فيها المعارضه، اطياف المعارضه السوريه، مع وجود بشار الاسد بكامل صلاحياته، في الوقت اللي المعارضه بترفض فيها تماما وبتقول احنا عايزين هيئه حكم انتقاليه تماما بصلاحيات الرئيس، مع وجود بشار الاسد ما يكونش ليه اي صلاحيات او اي وجود. نتمنى ان يخرجوا بنقاط قريبه من بعضهم من اجل مبدئيا استمرار الهدنه. اهم شيء الان هو استمرار الهدنه للبناء على عليه. على اراقه الدم للحفاظ على انا بشكر جزيلا السيد احمد يوسف البهرون، صحفي متخصص في الشؤون العربيه جريده الاخبار، بهنيك طبعا على جائزه الكتاب مصطفى وعلي امين طبعا الكتاب 2015. شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم. احداث النهار انتهت معكم، شكرا متابعي للقاء.